تعالوا نروح تحديدا للشمال الغربي، محافظة مطروح اللي بتشهد تنفيذ مشروعات تنموية عديدة زي تدشين طرق لربط التجمعات البدوية بالطرق الرئيسية، وحاليا بيتم فيها مراعاة تطبيق تكنولوجيا حديثة بتحصل لأول مرة. والتكنولوجيا دي هي استخدام تكنولوجيا الأسمنت المحسن بالمشروعات الخاصة بالطرق التنموية بدلا من الرصف الأسفلتي التقليدي. ده غير أن كمان في محافظة مطروح تم طرح مشروع إنشاء الطرق التنموية القطاع الخامس، حتى تم الإعلان عن طرح 6 طرق جديدة لربط التجمعات البدوية بالطرق الرئيسية في غرب مطروح. تعالوا نعرف التفاصيل أكتر ونقرب أكتر من الصورة في مطروح والمشهد التنموي اللي بيحصل هناك من خلال اللواء مهندس أمون مرتضى، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، اللي بينضم لنا عبر الهاتف. صباح الخير يا سيادة اللواء. صباح النور عليك وصباح الخير على مصر كلها. يعني عاوزين نعرف بس يعني ايه مفهوم تكنولوجيا الاسمنت المحسن، يعني اللي انتوا شغالين عليه دلوقتي بديل الاسفلت؟ تمام. احنا طبعا جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي ده احد الاجهزه من جهاز المركزي للتعمير التابع لوزاره الاسكان. نعم. احنا من ضمن الخطط اللي بنعملها لتنميه المحافظه ان احنا بنربط التجمعات البدويه باقرب طريق، بحيث اهلنا اللي في الصحراء بدل ما يبقى محتاج انه يجي المدينه، لا الطريق راح له، فهو بالتالي بيقدر يفضل قاعد في مكانه اللي هو متعود يعيش فيه وبينمي فيه، ويقدر يتحرك بسهوله ويرجع وياخد الخدمات. كنا مقسمين المحافظه لمجموعه من القطاعات، بنشتغل طبعا بالاسفلت العادي المتعارف عليه اللي هو البتومين وطبقات الاساس العاليه، وبعدين طبعا مع ارتفاع التكلفه ومع كمان مشاكل كانت بتحصل مع الطرق نتيجه الميه، طبعا المكان مطير، فهنبدا ان شاء الله لاول مره خدنا قطاع من القطاعات، وبدل البتومين وبدل طبقات الاساس العاليه هنشتغل بالاسمنت بعد اضافه ماده لتحسين خواصه. طبعا ده بيعمل لنا اولا مقاومه عاليه للاحتكاك، بيعمل لنا احمال على الطريق، بيقدر يقاوم الميه، كل ما بالعكس ده هو كل ما ده اسمنت كل ما بياخد ميه بيبقى الصلابه بتاعته اكبر بالظبط كده، بيزيد درجة الإجهاد بتاعه، ما بنحتاجش بقى أعمال حفر كتير وإحلال. كمان الأهم إن طبقات الأساس تحته، إحنا كنا بنوصل لـ 20 و25، لا ده بياخد طبقة أساس 6 سنتي، فطبعًا إن شاء الله التجربة هي اتنفذت في كذا محافظة ونجحت، وإحنا إن شاء الله ده الدور علينا إن إحنا ننفذ أسوة بالباقيين، وإن شاء الله التجربة تنجح. احنا بنتعشم نبدا فيها الشهر القادم، وطرحين قطاع بالكامل اللي هو غرب مطروح، بحيث نقدر يكون دي الباكوره بحيث السنه الجايه ان شاء الله العام المالي القادم نقدر نطرح كميات اكتر ونبدا نقلل الضغط، لان البتومين كمان في مشاكل دلوقتي في توفره، بالذات مع الاسعار اللي ارتفعت واسعار هو الاسفلت التقليدي ده هو يعني احد مشتقات المواد البتروليه تحديدا، صح؟ بالظبط كده. فطبعا مع ارتفاع الاسعار كمان الاسعار ارتفعت، لما احنا الاسمنت ده منتج محلي مصري موجود في المصانع، شغلنا مصانع اكتر، هي اضافه تحسين بتبقى على الاسمنت العادي، ومعده بتقلب التربه بالاسمنت، الطريق بيطلع زي الطريق الاسفلتي ولكن ما بتاثرش بالميه، الاحمال بيوصل بعد حوالي 7 يمكن أيام. ويمكن يا سياده اللي هو موجود، يعني حضرتك برضو تصحح لي المعلومه، لأن هو موجود في الدائري الأوسطي تحديدا في مدخل شق التعبان من الدائري الأوسطي، علشان الأحمال اللي بتبقى موجودة في السيارات المحملة بالبلوكات. هو في طريق بيبقى خرساني كامل، احنا بنعمل حاجة زيه كده اللي هو طريق مطروح سيوة، وفي طريق حتى يعني دي حاجة تانية ده مختلف أقل شوية بالأسمنت، إن احنا بنقلب التربة مباشر بمعدة بأسمنت عليه المادة المضافة، فالطريق بيطلع سريع جدا واقل تكلفه واكثر قوه وصلابه، وان شاء الله هندعوكم اول ما نخلص الطرق دي، واهالينا طبعا في الصحراء هيوصل لهم الطرق وهيشوفوا كمان المقاومه بتاعته عاليه، تحمله الاحمال العربيات اكثر، فان شاء الله هتكون تجربه ناجحه على ارض مطروح، ودي اول مره هتتنفذ، وده هيدينا بدل يعني انا مش يعني طبعا المقايسات في الطرح، فانا مش بتكلم على الاسعار، ولكن احنا فرق الطرح ممكن يدينا نوصل ان احنا اكتر من تلتين قطاع، فبالتالي هنزود عدد الطرق ان شاء الله لما تنجح التجربه. تلتين
الفرق اللي موجود يعني العوائد الاقتصاديه حضرتك هنا بتتكلم على الثلثين. يعني انا لو عندي قطاع سيادة اللي هو دي اتنفذت بالفعل ولا لسه قيد البحث والتنفيذ؟ لا هي اتنفذت في الجنوب في البحر الاحمر اتنفذت، اتنفذ طريق، اتنفذ في كفر الشيخ طريق، اتنفذ في الغربيه طريق، اتنفذ في الفيوم لكن طريق، لكن في مطروح قيد التنفيذ اول مره، دي اول مره ان شاء الله هننفذ. لسه قيد التنفيذ. طيب عاوز اعرف من حضرتك بقى التسهيلات اللي بتقدمها خطه الطرح اللي هي الست طرق والمحاور الجديده لربط التجمعات البدويه بالطرق الرئيسيه. احنا طبعا مطروح طبعا مجتمع بدوي عباره عن مش زي القرى المتعارف عليها في الدلتا، لا هي تجمعات بتقوم طبعا على القبائل وعلى الاسر اللي قامت، طبعا دي مختلفه في داخل الصحراء، كان عندهم صعوبه شديده بالذات لما بيواجهوا موسم المطر انه يجي المدينه ازاي، سواء محتاج اسعاف، محتاج خدمات، حتى لو جت تعمل له مدرسه بيبقى صعب ان المدرسين يروحوا له، في ايام تتعطل الدراسه نتيجه انعدام. فاحنا عملنا خطه ان احنا نحاول نغطي كل التجمعات دي بقطاع قطاع كده، نغطيهم بان احنا نربطه باقرب طريق رئيسي ليه، فبالتالي يقدر يوصل. كمان قيمة الأرض اللي بقت موجودة هناك بقت تزداد، كمان إن هو بقى قادر يسوق منتجاته بدل ما هو طبعا عنده تين، عنده زيتون، عنده بعض المحاصيل اللي ساعات يزرع قمح ما بيبقاش عارف يجيبها بسهولة، نتيجة هتبقى عنده ارتفاع في التكلفة لأنه مش قادر يوصل، والعربيات حتى لو المية قلت بيبقى محتاج يجيب عربية مية، بيصعب إنه توصل له عربية مية. فما لما بنروح له بطريق بننمي التجمع اللي موجود هناك في مكان، وبالتالي اهلنا بيشعروا بالخدمه، بيلاقي الدوله، بيلاقي عربيات الدوله، بيلاقي التعليم، بيلاقي البريد بسهوله، بيروح له الخدمات المتنقله بتقدر توصل لهم، فبالتالي احنا وصلنا لهم وفعلا بقوا بيحيوا حياه مختلفه بين في كل في كافه. طبعا احنا توسعنا وصلنا لغايه 450 كيلو تنفيذ لغايه النهارده، وان شاء الله عندنا خطه ان احنا مش هنسيب تجمع ما نوصلوش، وعمالين نتطور يعني، كنا شغالين اهو معاهم بالمواد الاسفلتيه، هنشتغل المره دي بقى بالاسمنت اللي هو متوفر اكتر في الايام دي، ان شاء الله هيكون في طرق افضل بجوده اعلى وبسرعه تنفيذ اكتر، لان طبعا بدل ما بشتغل على 3 مراحل كده انا واحنا هنا بنتكلم على سرعه التنفيذ. الست طرق دول هما بيخدموا مناطق يعني الكثافه السكانيه فيها هي كثافه كبيره بالتاكيد، فعاوز اعرف التسليم والجدول الزمني هل تم اعتماده ولا لسه؟ احنا طبعا مفروض في الوقت العادي الست طرق دول ما بياخدوش معانا حوالي 5 شهور، ولكن عشان التجربة جديدة والشركات كلها اللي موجودة هنا هتبقى اول مرة تنفذها، فاحنا زودنا 2 شهر ليهم عشان نسمح لهم انهم يقدروا يستوعبوا ويجيبوا المواد الخاصة، وده كمان مع التعهد ان احنا هنطرح السنة الجاية بدل ما يبقى في قطاع هيبقى في 3 ممكن يكون في 4، فبالتالي نبقى شغلنا كمان عملنا اي عملية اكتر، دخلنا التكنولوجيا بتاع الرصف بالاسمنت المحسن، ونخف الضغط تماما على المواد البتروليه اللي موجوده، طبعا توفير عمله، توفير فرص عمل اكتر، ننتشر اكتر، سرعه تنفيذ اكتر، كمان مساحه من الطرق بدل ما انا بعمل 100 كيلو لا انا هعمل 130 او 140 كيلو بنفس التكلفه بتاعه ال 100 كيلو ان شاء الله. التنسيب يتم زي سياده اللي هو ما بين الجهات التنفيذيه المتواجده في محافظه مطروح وما بين الجهاز عند حضرتك. احنا طبعا بعد ما بنعاين التجمعات والطرق ونحدد المسارات بننسق مع محافظه مطروح ان دي التجمعات اللي هتخش في الخطه مع رؤساء مجالس المدن ومحافظ مطروح، بننسق مع القوات المسلحه لو في اي تداخل في اي مسارات، بنحط ده على كل ده على خطه قبل بدايه العام المالي، بناخد الشهرين اللي قبل العام المالي نخلص فيهم كل تنسيقاتنا طبقا طبعا للاكثر احتياجا والاكثر عددا واللي كان محروم من الخدمه عشان توصل له. احنا مش عايزين نوصل ان حد جوه الصحراء ايا كان مكانه وايا كان عددهم ما نوصل لهمش بجميع خدمات الدوله. احنا فعلا وصلنا الاماكن وهو ده الهدف من توفير حياه كريمه لحضراتكم، يعني بتسعوا ليه لكل مواطن موجود على ارض مصر ايا مكان موقعه وايا مكان مكانه يعني. وهنا واحنا بنتكلم على حياه كريمه عاوز اعرف برضو هل الجهاز معني بتنفيذ مشروعات حياه كريمه؟
هو طبعا لسه مطروح هتدرج ان شاء الله المرحله الثانيه في حياه كريمه، وان شاء الله لما تتم الدراسات ويكون في ان شاء الله بنتشارك طبعا احنا احد اجهزه الدوله ووزاره الاسكان، ما بنتاخرش طبعا عن اي لما الدراسه بس تتم بتاع المناطق، لان احنا ما عندناش القرى بالكثافه اللي موجوده في الدلتا. هي تجمعات ممكن نلاقي تجمع 20 بيت 100 بيت 50 بيت، يعني تجمعات كده في لاهالينا في الطحن. والتجمعات دي كده كده المحافظه يعني شغاله على توفير طرق ووسائل نقل وفكره رفع الكفاءه الخاصه بالبنى التحتيه اللي موجوده ليهم. يعني احنا طبعا بنوفر لهم كمان حتى اللي ما عندوش شبكه ميه، ما عندوش مش واصله له خطوط ميه، احنا بنعمل له خزانات يجمع فيها ميه المطر. طبعا الميه دي لما بيبقى عنده خزان 100 متر، الخزان ده بيقدر هو يستخدمه طول السنه، وكمان لو عنده قطيع صغير من الاغنام او بيعمل نوع من الزراعات، وده مشروع تاني بنعمله اسمه مشروع مكافحه التصحر، بحيث كده يبقى في طريق وصل له. وكمان الميه اللي هي روح المكان اللي كان الرومان من زمان قدروا يزرعوا قمح، احنا لقينا اكثر من 4000 بير روماني، بدينا خطه لتطهيرهم، وصلنا لاكثر من 50% من الابار دي اتطهرت. طبعا الابار الروماني دي كبيره بتبقى توصل لغايه 3000 متر، بنطهر لهم فيها، ده بينمو عليها قطيع الراعي، فبالتالي ان شاء الله بنديله فرصه عمل في الشيء اللي هو بيجيده الزراعه والراعي، بنديله طريق. كل كثافات بنلاقيها بتيجي، طبعا الدوله بتحط مدرسه فصل واحد تقدر توصل التعليم، احنا وصلنا للتجمعات، فبقت التجمعات تقول احنا اول مره بنشوف العربيات اللي عليها الارقام الحكوميه توصل لنا في قلب الصحراء، ايا كان مكانه 70 80 100 كيلو في الصحراء، احنا هنوصل له بطريق وبخزانات وبجميع وسائل الحياه الكريمه دي ان شاء الله. وفكره الموارد الذاتيه لكل محافظه وتعظيم الاستفاده منها، اعتقد هو ده اكبر عائد اقتصادي ممكن يعود على المحافظه ويعود على اهالي المحافظه ايضا. يعني بنشكر حضرتك اللواء مهندس امون مرتضى، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، وبالتوفيق يعني في كل ما هو قادم.